بسم الله الرحمن الرحيم. سيكشن 2 معانا في الكورس الفيزيكال بروبرتيز، هو عباره عن الفيسكوزيتي. هندرس مع بعض السيكشن ده خاصيه اللزوجه. خاصيه اللزوجه هي احد الخواص الفيزيائيه المميزه والثابته لاي ماده. لو انا عايزه اعين اللزوجه عمليا في المعمل، لابد ان اعرف بعض المعلومات المهمه في مقدمه السيكشن. اول حاجه زي ما اتفقنا ان هي الفيسكوزيتي احد الخواص، هي عباره عن احد الخواص الفيزيائيه، هي عباره عن فيزيكال بروبرتي مميزه لاي ماده، هي خاصيه فيزيائيه مميزه لاي ماده. طيب تعريف الفيسكوزيتي هو عباره عن معوقه السائل للانسياب او التدفق. is a property of the liquid which retards its flow. طيب مثال على كده مشهور جدا هو الجليسرين او الجليسرول is more viscous than benzene or alcohol. معروف جدا ان لزوجة الجليسرين اكبر من لزوجة الاثانول او لزوجة البنزين. طيب هنعرف طبعا هنا الاسباب، هنا في السكشن ده ليه الجليسرين ليه كثافة ليه لزوجة اعلى من الكحول. طيب لو احنا اعتبرنا او تخيلنا ان السائل عبارة عن مكون من مجموعة من الطبقات، السائل اثناء انسيابه داخل تيوب بيبقى مكون كأنه مكون من مجموعة من الطبقات. الطبقات دي بتبقى قريبة جدا من بعضها البعض. هنلاحظ ان سرعة الطبقات دي مختلفة، ان انا عندي الطبقات اللي بتكون مجاورة للإناء او الأنبوب بتكون تقريبا سرعتها بتساوي زيرو، بتزداد السرعة دي حتى بتصل الى اقصى قيمة لها في منتصف الطبقات دي. طبعا دي ملاحظة عملية، يعني هو مش كلام نظري. لو انا جيت مسكت تست تيوب وبفضي منها او اناء وبفضي السائل، بلاحظ ان تقريبا يعني اعلى سرعة للسائل دي بتكون في منتصف السائل، في منتصف طبقات السائل. طيب الرمز بتاع اللزوجة ده بيسمى بإيتا، اللي بيسمى بالفيسكوزيتي كوفيشنت، وبيعرف على انه ايه، بيعرف ان هو the force required per unit area to maintain a unit difference of velocity between two parallel layers of liquid 1 centimeter apart. يعني هي عبارة عن القوة اللازمة لوحدة المساحات لإحداث فرق من السرعات قدره الوحدة عندما تكون المسافة بين طبقات السائل 1 سنتيمتر. الوحدة بتاعت الفيسكوزيتي كوفيشنت اللي هو الايتا هي عبارة عن داين لكل سنتيمتر لكل سنتيمتر تربيع، لكل سنتيمتر تربيع قوة لكل قوة، ادي وحدة القوة اللي هي داين، مش هنستخدم النيوتن، هنستخدم الداينز، لكل سنتيمتر تربيع اللي هي وحدة المساحات. طيب الفلويديتي اللي هي عكسها بقى الانسيابية، الانسيابية بتعرف عنها اللي مقلوب الفيسكوزيتي كوفيشنت اللي هو هنرمز له بالرمز فاي. يبقى اذا الفلويديتي الرمز بتاعها فاي، اما الفيسكوزيتي كوفيشنت الرمز بتاعه ايتا. الانسيابية عكس اللزوجة، الانسيابية عكس اللزوجة، الانسيابية بتعرفها ان هي مقلوب الفيسكوزيتي كوفيشنت. طيب اليونت اوف فيسكوزيتي كوفيشنت زي ما اللي هنقول ان هي عبارة عن داين في الثانية على سنتيمتر تربيع، داين في الثانية على سنتيمتر تربيع او البوييز. طيب عندي دلوقتي الفاكتورز افكتنج اون فيسكوزيتي، في بعض العوامل اللي بتاثر على اللزوجه. اهمها رقم واحد درجه الحراره. لما باجي انا ارفع او اسخن السائل ارفع درجه الحراره، اللي بيحصل ان اللزوجه بتقل. طيب بتقل بمقدار ايه؟ قالك ان الفيسكوزيتي اوف اني ليكويد ديكريزز باي 2% لكل ارتفاع درجة واحدة، لكل درجة اثناء ما انت بترفع درجات الحرارة، كل ما درجة الحرارة بتزيد بمقدار واحد بتقل اللزوجة بمقدار 2%. رقم 2 وجود السوليوتس او لايوفيليك كولويدز او امبيورتيز، وجود اي من هذه الاحتمالات ده بيؤدي الى زيادة اللزوجة. وجود شوائب في المادة او وجود املاح فيها ده بيؤدي الى زيادة اللزوجة فيها. طيب البولاريتي تأثيرها ازاي؟ قالك ان المعروف ان المركبات القطبية بتبقى ليها لزوجة اعلى من المركبات الغير قطبية، وبالتالي نستنتج من كده ان الهيدروجين بونس بتعمل على ايه؟ ان الروابط الهيدروجينية بتعمل على زيادة اللزوجة في المادة.
طيب رقم 4 قال لك هنا البرانش تشين كومباوندز، المركبات العضويه اللي هي بتحتوي على عباره عن تحتوي على روابط متشعبه او روابط متعدده، بتبقى دايما عاده ليها فيسكوزيتي اعلى من المواد اللي هي ليها روابط ستريت او اللي هي ستريت تشين وانز. طيب الجزء اللي بعد كده في عندنا تعريف اللي هو المولكولار فيسكوزيتي، اللي هي المولكولار فيسكوزيتي او اللزوجه الجزيئيه، دي بتعرف على انها ايه، ذا برودكت اوف ذا فيسكوزيتي اند ذا مولكولار سيرفيس، حاصل ضرب قيمه اللزوجه في قيمه المولكولار سيرفيس، وبتعطى من القانون ده. طيب ده انا عندي القانون ده بعوض فيه عشان اقدر احسب المولكولار فيسكوزيتي. طبعا انا ممكن دي بتاتي دي طبعا مش بشتغلها هنا عملي في السكشن، ولكن انا ممكن اجيبها على صوره مسائل. الميجرمنت اوف فيسكوزيتي ان انا بقيس ازاي الفيسكوزيتي او بعينها ازاي في المعمل، بعينها عمليا باستخدام اداه اسمها الفيسكوميتر، اداه اسمها الفيسكوميتر اللي هي اداه المستخدمه في تعيين اللزوجه، بتبقى بالشكل ده. الفيسكوميتر بيبقى على الشكل ده، بيبقى عباره عن 2 انبوبه شعريه متصلين ببعض على شكل حرف يو، أنبوبة شعرية متصلة بأنبوبة أخرى متصلين ببعض على شكل حرف يو. الأنبوبة الأولى بيبقى فيها انتفاخ في الجزء السفلي، وأنبوبة أخرى بيبقى فيها انتفاخ في الجزء العلوي. المهم عندي هنا الأنبوبة دي اللي هي بتبقى فيها انتفاخ في الجزء العلوي دي، بلاحظ إن هنا هتلاقي في حتى لما تستلم الفيسكوميتر في المعمل إن في عندي علامتين بيبقوا خط باهت زي العلامة اللي بتبقى موجودة في الميجرنج فلاسك لما بتيجي تحضر ستاندرد سوليوشن، مش بتملى الدرق العياري لغاية 100 مللي أو 250 مللي على حسب علامة موجودة بخط باهت في الإزاز. نفس الكلام هنا هتلاقي فيه علامتين هنا بخط باهت في الإزاز نفسه، علامة دي هنرمز ليها هنا بالرمز إكس، بدل دي في الرسمة دي خليها هنا إكس، والعلامة اللي فوق دي اللي هي إيه واي، او العكس معلش، العلامه اللي فوق هي العلامه اكس والعلامه اللي تحت هي العلامه واي، يبقى اللي فوق دي سي اللي هي اكس ودي اللي هنا واي. طيب انا بملى ازاي؟ بلاحظ هنا الاول ان الانبوبه اللي على اليمين دي ان هي في واحده فيهم اللي هي هنا بالنسبه لي في الرسمه هنا على اليمين اكثر اتساعا من الانبوبه الاخرى. طيب بالتالي انا في الاول لو في الخطوات في البروسيدور انا باخد بجرب مثلا اللي باخد مثلا حوالي 10 مللي من الميه، بجرب الاول على الميه، باخد 10 مللي من الميه وبروح ماء مقطر وبضيفهم هنا في الانبوبه الاكثر اتساعا، الانبوبه الواسعه. تمام، بعد كده بسحبها هنا، بسحبها هنا زي ما بسحب بالمصه ال 10 مللي لغايه لما بيوصل السطح الميه السطح المقعر على العلامه دي اللي هي نرمز ليها بالرمز اكس. طيب بعد كده اكون مجهز معايا ايه، اجهز معايا ستوب ووتش ساعه ايقاف. طبعا بعد ما سحبت الميه لغايه العلامه دي وظبطت السطح المقعر الميه على العلامه دي، اروح سادد الجزء ده بصباعي عشان الميه ما تنزلش تاني. تمام، وبعد كده اروح مشغل الستوب ووتش بمجرد ما ارفع صباعي من الانبوبه دي، بمجرد ما ارفع صباعي من الانبوبه دي هروح مشغل الستوب ووتش، هيبدا الميه تنساب او تتدفق، هتنزل معايا من العلامه اكس لغايه لما توصل للعلامه واي. اول ما توصل للعلامه واي اللي هي دي هروح موقف في الستوب ووتش واشوف الزمن معايا قد ايه. اذا كان الزمن عندي مناسب يعني في حدود مثلا من 15 ثانيه فصاعد ماشي، فهسجل القيمه دي. اذا كان سريع جدا التدفق الميه كان سريع جدا ووصل معايا مثلا 3 ثواني 4 ثواني، فمش هينفع كده ان انا اشتغل على الحجم ده، فاروح مزود بقى، اروح مفضي الفيسكوميتر من او مش مفضي يعني ان انا هضيف 5 مللي تاني ازود الحجم. انا كنت مستخدمه 10 مللي اخليهم 12 مللي ماشي، 12 مللي اروح ضايف 2 مللي تاني هنا من الميه في الجزء الواسع الانبوبه الواسعه، اصبح هنا الحجم التوتال عندي للميه كام، 12 مللي، واسحب مره تانيه الميه بحيث يوصل السطح المقعر بتاعها على العلامه دي اللي هسميها العلامه اكس، واروح مشغل الستوب ووتش. اول ما اروح ارفع صباعي من الانبوبه دي هتبدا الميه تتدفق عندي من علامه اكس لغايه لما توصل هنا العلامه واي بتاعتي اللي هي دي، واشوف الزمن. زي ما اتفقنا لو الزمن عندي من 15 ثانيه فصاعد يعني اعلى من كده هسجل القيمه ويبقى تمام، لو لسه ما زالت عندي برضو سريعه جدا يعني كان الزمن عندي 3 4 5 6 ثواني مش هينفع، اروح مزود الحجم تاني مره تانيه اخليه 15 مللي، اروح ضايف 3 مللي تاني يبقى 15 مللي، وهكذا لغايه لما اوصل الى الزمن الميه تدفق الميه من العلامه اكس الى العلامه واي يبقى زي ما اتفقنا 15 ثانيه او اكتر. طيب ده بالنسبة للمية. انا افرض مثلا ان الزمن ده الزمن مثلا كان عندي 20 ثانية،
كان عند حجم مستخدم 10 ملي من المية، خلاص يبقى انا لما اجي اشتغل على السوائل هثبت ايه، هثبت الزمن بتاع السائل هو نفس الزمن اللي استخدمته في المية، سوري الحجم بتاع السائل هو نفس الحجم اللي كان في المية، يعني كان 10 ملي من المية هنا ادوني 15 او 20 ثانية زمن، يبقى خلاص يبقى ال 15 مللي ميه هثبت الحجم ده 15 في حاله ايه السائل، كان 10 مللي من الميه مناسب يبقى خلاص هستخدم 10 مللي من السائل، هاخد بعد كده افضي الفيسكوميتر من الميه اضيف نفس الحجم اللي استخدمته من الميه، هضيف نفس الحجم هو هو بس من مثلا الكحول، وهاجي هسحب هنا زي ما اتفقنا من هضيف من الطرف الواسع واسحب من الناحيه الثانيه الطرف الضيق ده، هسحب بحيث يوصل معايا السطح المقعر للسائل عند العلامه اكس، واروح جاهز الستوب ووتش، اول ما هرفع صباعي هنا هيبدا السائل يتدفق، اول ما ارفع السائل صباعي اروح مشغل الستوب ووتش واشوف عندي لغايه لما يوصل السائل هنا للعلامه واي، ينزل ويوصل العلامه واي هنا اروح موقف الستوب ووتش واشوف الزمن، طلع الزمن معايا تي ده هسميه تي 2 اللي هو زمن انسياب او تدفق السائل هنا من الاكس للواي واروح مسجله، طب تي 1 كانت ايه؟ تي 1 اللي هي الزمن او تدفق الميه من اكس الى واي، تمام. طيب هنعيد تاني الجزء ده، الفيسكوميتر عندي زي ما انا شايف في الصورة هنا هو عبارة عن انبوبتين شعريتين تمام متصلين ببعض على شكل حرف يو، واحدة فيهم زي ما انا شايف هنا اكثر اتساعا وفيها انتفاخ في الجزء السفلي، وواحدة اخرى اكثر يعني ضيقا او اقل اتساعا وفيها انتفاخ، يوجد فيها انتفاخ في الجزء العلوي، في علامتين بخط باهت هلاقيهم واحدة اسفل الانتفاخ وواحدة اعلى الانتفاخ، اللي فوق دي هسميها اكس واللي تحت دي هسميها واي، طيب الاول هشتغل على الميه هاخد 10 مللي من الميه هضيفهم هنا بالمصه من الجزء الايه الجزء الواسع، وهاجي هنا في الجزء الضيق اروح اسحب ال 10 مللي دول لغايه لما يوصل السطح المقعر للميه عند العلامه اكس، بعد كده هروح مجهز ستوب ووتش واسد طبعا الانبوبه دي بصباعي عشان الميه ما تنزلش، بمجرد ما ارفع صباعي اروح مشغل ستوب ووتش واشوف الزمن قد ايه اللي هيتنزل فيه الميه او تنساب فيه الميه من العلامه اكس للعلامه واي، والله الزمن ده زي ما اتفقنا لو كان من 15 ثانيه فاعلى هسجل القيمه دي واسميها تي 1، لو كان الزمن سريع يعني كان عندي 3 4 5 ثواني لا يبقى هروح ازود حجم ايه الميه، اذا كان الحجم 10 مللي مناسب من الميه خلاص يبقى كده انا عينت تي 1 اللي هي زمن انسياب الميه من اكس الى واي، اروح مفضي الفيسكوميتر ده من الميه واروح واخد 10 مللي نفس الحجم اللي انا استخدمته في الميه ونفس الحجم اللي انا هستخدمه في السائل، اروح اضيف 10 مللي من السائل في الجزء الواسع من الجزء ده واروح ارفع اسحب هنا تمام لغايه لما يوصل للعلامه اكس، واروح اسد الجزء ده بصباعي، بعد كده هروح اعمل ايه؟ اروح مجهز ستوب ووتش واروح ارفع صباعي من الانبوبه دي واروح مشغل الستوب ووتش واشوف قد ايه الزمن اللي هنا انسياب او تدفق السائل من اكس الى واي، اول ما يوصل هنا اروح موقف الستوب ووتش وبالتالي هشوف هنا تي 2 عندي على ساعه الايقاف كام واروح مسجلها، كده انا خلصت ايه خلصت الجزء العملي، طيب نيجي نبص بعد كده على الحسابات، بيقول لي ذا فيسكوسيتي كوفيشنت از كالكوليتد فروم ذا فولوينج ايكويشن، بتحسب من ايتا 1 على ايتا 2 بيساوي دي 1 دي 2 على دي دي المفترض عندك هنا دي المفترض دي عندي هنا تي 1 دي 1 تي 1 على دي 2 تي 2، طيب ايتا 1 اللي هي عبارة عن لزوجة السائل، ايتا 2 اللي هي عبارة عن لزوجة المية، دي 1 عبارة عن كثافة السائل، تي 1 اللي هي زمن تدفق او سريان السائل، دي 2 كثافة المية، تي 2 اللي هي زمن تدفق او سريان المية، طبعا التي 1 زي ما اتفقنا اشتغلناها عملي اللي هي زمن انسياب المية من اكس الى واي، وتي 2 اشتغلناها عملي اللي هي زمن انسياب السائل من اكس الى واي على الفيسكوميتر، طيب الايتا 2 دي قيمة معلومة هتاخدها في السكشن، قيمة معلومة اللي هي ايتا 2 هتاخدها دي تمام هتعوض بيها، الدي 1 والدي 2 اللي هما الكثافات كثافة السائل وكثافة المية، كثافة المية قيمتها بواحد معروفة، الدي 1 مفيش مشكلة هتشتغل الكثافة زي ما شرحنا السكشن اللي فات، هتشتغل هنا الكثافة عمليا للسائل وهتروح معوض بيها، هيفضل معاك مجهول واحد اللي هو عبارة عن ايه اللي هي لزوجة السائل اللي هي ايتا 1 واللي هي مطلوب تعيينها، طيب بعد كده طبعا انت هتعيد نفس الشغل اللي احنا شرحناه على السوائل الاخرى، يعني انت اشتغلت على الميه واشتغلت على سائل وليكن ايثانول هتعيد نفس الشغل على رابع كلوريد الكربون وعلى البنزين، لاحظ هنا ملاحظه صغيره مهمه جدا،
ان لزوجة طبعا مختلفة في حالة الايثانول عن الرابع اكليل الكربون عن البنزين. فمثلا على سبيل المثال لو كان عندي الحجم زي ما اتفقنا، الشغل العملي ده مهم جدا انك لازم تثبت الحجم المستخدم في الحسابات عشان تعوض في القانون السابق، لازم تثبت عمليا الحجم. لو انت استخدمنا 10 مللي مية يبقى لازم تستخدم 10 مللي ايثانول، تمام؟ طيب ده بيعتمد عليه، بيعتمد على الأزمنة. إذا كان الزمن سريان المية مناسب زي ما قلنا من 15 ثانية فصاعد، خلاص يبقى هتثبت هنا مثلا 15 مللي من الإيثانول. طب لما تيجي هنا تشتغل على رابع كلوريد الكربون، ما تتوقعش إن نفس 15 مللي دول اللي أنت استخدمتهم في الإيثانول هيبقى هما في رابع كلوريد الكربون، مش شرط، لأن هنا لزوجة الكربون تترا كلورايد مختلفة عن اللزوجة بتاعة الإيثانول، فبالتالي ممكن يبقى معاه هنا الحجم مثلا 10 مللي هو الأفضل أو 20 مللي هو الأفضل زي ما انت هتشوف في العملي. ونفس الكلام بالنسبة للبنزين، يبقى اللي انا بقوله هنا ان انا لو اشتغلت على 10 مللي في حالة الووتر مع الإيثانول يبقى ممكن ما يبقاش ال10 مللي دي مناسبة في حالة الكربون تترا كلورايد، تديني زمن سريع جدا، يبقى في الحالة دي اعمل ايه؟ او العكس، او بطيء جدا تديني زمن طويل كبير خالص، يبقى في الحالة دي اعمل ايه؟ يبقى في الحالة دي ان انا هغير الحجم المستخدم معايا، هغير الحجم المستخدم من الرابع كلوريد الكربون، وبالتالي اعيد تاني المية. يعني مثلا استخدمت تاني 20 مللي رابع كلوريد الكربون، يبقى استخدم 20 مللي من المية، لان لاحظ في القانون عندي داخل معايا حاجتين اللي هو زمن المية وزمن ايه سريان المية وزمن سريان السائل، ولازم الازمنة دي ابقى مثبت الحجم المستخدم في العملي، ماشي؟ الحجم المستخدم من المية والحجم المستخدم من السائل. طيب كده يبقى احنا انتهينا من شرح تجربة اللزوجة السكشن ده، بالتوفيق ان شاء الله.